فضيلة الشيخ، أعرف شخص يمشي مع شباب يكذب ويسرق، وكل ما أردت أن يعني أبين للشباب خطر هذا قالوا أنها من الغيبة فلا تذكر اسمه. هذا غلط، هذا من باب النصيحة. إذا رأيت إنسان يفعل أحد مع أحد ما لا ينبغي فبلغه، فليس هذا من الغيبة ولا من النميمة. اذكر اسمه، وش الفائدة إذا لم تذكر اسمه؟ اذكر اسمه. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وقد أتت إليه تخبره أنه خطبها ثلاثة، معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد، ثلاثة، فجاءت تستشير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء، انكحي أسامة. فبين عيب هذين الرجلين، أحدهما عيب لا اختيار الإنسان فيه، وهو كون معاوية ليس عنده مال، والثاني عيب للإنسان أن يتخلص منه، وهو كونه ضرابا للإنسان. لا، يجب عليه أن يبين لهؤلاء. نعم.